ايه المسطره؟ اولا اجلاء المحتل فشلوا في ذلك مع محاولات جيده، ما قلتش حاجه، لكن في النهايه 52 جت ومصر كانت لا تزال محتل من القوات البريطانيه. اثنين، ده مهم جدا، هنا بقى ايه يعني تنفيذ خطط للتنميه لصالح المواطن البسيط، وكان يحول دون ذلك تركيبه المجتمع اللي هو بيسموه مجتمع النص في المية. فهنا فشلت التجربة الحزبية في إجلاء المحتل، واثنين فشلت في الناحية الاجتماعية أو التجربة الاجتماعية. وكلنا عارفين اللي قالوا مرة الله يرحمه أستاذنا الكبير أحمد بهاء الدين، أنه كان أكبر مشروع في تلك الفترة كان اسمه مشروع مقاومة الحفاء. يعني على كل الأحوال هل تحققت إنجازات؟ نعم، لكن لم تكن تجربة واعدة واستمرارها كان يجب يقف، اللي هي التجربة الحزبية. بعد كده جت تجربة الحزب، بلاش أقول الحزب، التنظيم الواحد. أوكي. له ما له وعليه ما عليه، وعلينا أن نفهم ونقول للشباب أنه ده لم يكن الحزب الواحد اللي هو بيخنق الناس على مستوى الحزب الشيوعي السوفيتي أو الحزب الشيوعي الماوتسي في الصين، وإنما كانت تلك فترة الحشد والتعبئة، مرحلة الحشد والتعبئة، مرحلة التحول في العالم الثالث كله. نعم، ان يكون في تنظيم سياسي يقود، وده مش غلط، يقود العمل الوطني، وقد قاد العمل الوطني. ما نقدرش نقول لا، هذا الذي بنى السد العالي وعمل توزيع الملكيه على الفلاحين وعمل اول وتقريبا اخر خطه تنميه تمت في الستينات اللي اسمها التحول العظيم. ودي اعترف بيها مين؟ مش انا ولا حضرتك ولا حتى مصر، البنك الدولي، انك انت فقت نسبة 6% في الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي، ودي كانت نسبة مرموقة جدا جدا بمقاييس ويمكن لغاية دلوقتي. يعني حصل يقول لك إيه أخطاء، نعم، هو إحنا بقى إحنا مش ملائكة، طبعا حصل أخطاء، الذين لا يعملون لا يخطئون، ولكن كان عينك على المستقبل. ودايما هتستغرب لما أقول لك أنا بقيس بإيه، مش بس بقيس بالأرقام العظيمة بتاعت البنك الدولي، ده أنا بقيس بالفن. كيف ارتفع مستوى الفن إلى ذرة لم الفن يعني إيه؟ مش بس أم كلثوم أو عبد الحليم، وإنما المسرح والسينما إلى آخره، الكونسرفاتوار وهكذا، اللي هي إيه؟ مؤسسة المرحوم ثروت عكاشة. اللي أنا عايز أقوله كل ده كانت إيه؟ مجتمع بيحاول أن يخطو إلى الأمام، ومن الطبيعي أن القوى الإمبريالية لابد أنها تقف ضد ده، وقد استطاعت أن تنال من هذا المجتمع مستخدمة في ذلك أخطاء المجتمع نفسه وأخطاء النظام نفسه، عشان ما نبقاش إحنا بنعبد أصناما يعني. الآن حضرتك دايما كوطني بتحاول تتساءل، طب هو ليه كده بيعملوا فيه؟ لأنه هي مصر زي ما بيقولوا خطب الراحة، يعني رمانة الميزان حقيقي. وبعدين ما تنساش انك انت عندك عنك طلوع خطير جدا جدا سرطاني اسمه اسرائيل حتى اللحظة دي. وهذا الورم السياسي ده حتى الان له اهداف ايه؟ مش بيكتفي بنفسه، ده له هدف توسعي، هدف توسعي. من الذي يحول دونه؟ بلد اسمه مصر حقيقي، عشان ده كممثل للنيو امبرياليه، الامبرياليه الجديده اسرائيل لا عندها هذا. امبارح اسرائيل مهدده تهديد سافر ليبرمان، مهدد انه يجتاح لبنان. مش معقول، واخد بالك؟ وطبعا احنا في حاله يعني يعلم الامه العربيه في حاله تراجع حاليا. يعني طب لو قلت كيف تتخيل سيناريو انتخابات الرئاسه في الفتره الجايه؟ وبالتأكيد هيبقى في هجمة شرسة من الخارج، كيف يمكن أن يتفاعل الداخل مع هذه الانتخابات؟ هل أنت على ثقة أن الناس هتخرج مثلا بالشكل الذي يليق بها؟ يعني حكاية الشكل الذي يليق بها ده سؤال صعب، لكن أنا أتصور أنك الناس، من الناس؟ ما هو الإنسان اللي هو بيتلقى الفكر الخارجي ما هوش الانسان البسيط العادي. يعني عم حنفي اللي موجود في كفر الشيخ، الصياد، والحاج متولي اللي موجود عندكم في الصعيد، والناس بتوع المنوفيه والسويس والحتت دي، البسطاء جدا اللي بيع الفول وبيع الخيار والكلام ده، انا بعتقد انه بيربط
ببساطة جدا وذكائه الفطري المشهور به الشعب المصري بين الأمان اللي تحقق إلى حد كبير جدا والأمل في فرصة أفضل للحياة في الفترة اللي جاية. يعني ما تصورش الحقل زهر ده عامل عمايل إيجابية قد كده، واخد بالك؟ يعني أنا نازل النهاردة من البيت فلقيت يعني الحارس وغيره بيتكلموا، طبعا بيتكلموا الكلام إيه؟ ظريف جدا، إنه بعد كده مش هيكون في أنابيب البوتاجاز ولا حنات كده، ممكن يكون ده جزء من حلم زيادة شوية، لكن في النهاية أفضل من الحديث السيء عن اليأس. في حاجة معناها إيه؟ في تعبير هقوله لك يعني في رواية للديكنز، تشارلز ديكنز الأديب الإنجليزي.